جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا في باب النذر مستمعة تسأل وتقول: امرأة قالت لله علي نذر، إن أنجبت ولدا أن أسميه يحيى، وإن أنجبت بنتا أن أسميها مريم، فأنجبت ولدا لكني سميته عبد الرحمن، هل علي من كفارة حينئذ أو بماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. هذا من النذر المباح الذي يخير الإنسان بين فعله وبين كفارة يمين، فما دمت قد خالفت هذا النذر وسميت ولدك بغير الاسم الذي نذرتيه فعليك كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخيرة بين هذه الثلاث، فإن لم تجدي شيئا منها فوجب عليك صيام 3 أيام. نعم.